يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وما أكثر كرب الدنيا، كثيرة كرب هذه الدنيا، هذا يسجن وهذا مريض وهذا محتاج وهذا سيفصل من عمله، وهذه كربة من كرب هذه الدنيا، في المقابل الله ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأين كرب الدنيا من كرب يوم القيامة؟ ولكن المجازي هو الله سبحانه وتعالى، فيعطي الشيء الكثير سبحان الله سبحانه وتعالى مقابل العمل القليل. مجرد تنفس عن كربة من كرب هذه الدنيا ينفس الله عنك بالمقابل كربة من كرب يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني من يعني أهدي هذه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، نخلة في الجنة مقابلها. أي مقارنة بين نخيل الدنيا ونخيل الجنة؟